يا اهلا بحضراتكم في ثاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده، وهنتكلم عن موضوع على فكره فيه لبس الى حد كبير. كتير جدا مننا معتقدين ان فصل الشتاء مرتبط بطبيعه الحال بالخمول وبفكره الاكل باستمرار، علما بان كتير جدا من الخبراء والمتخصصين بيؤكدوا على ان الوقت الامثل، الوقت النموذجي لفقدان الوزن بيكون في الشتاء على عكس الشائع. فدي نقطه مهمه جدا اعتقد جديره بان احنا نتوقف عندها ونناقشها مع ضيفي اللي منورنا في حلقتنا النهارده الدكتور علاء الدين احمد خبير التغذيه العلاجيه. يا صباح الخيرات على حضرتك واهلا بيك معانا. صباح الفل استاذ كريم. انا عندي قبل ما نبتدي في الحلقه عندي ثلاث مناسبات سعيده حصلت دلوقتي معايا. خير. المناسبه الاولى اللي احنا بنقول للكابتن محمود الخطيب كل سنه طيب مناسبه عيد ميلاده كان امبارح. طبعا صوره مصر والوطن العربي وافريقيا طبعا نموذج الادب والاخلاق وعفه اللسان. صحيح صحيح. الحاجه الثانيه ان النهارده هيتحط في السي في بتاعي يوم 31/10 ان انا سجلت اول حلقه ليا مع الاستاذ كريم. يا سلام. دي بجد والله العظيم شرف ليا. لا لا دي والله. حقيقه والله ربنا يخليك ده من كرم حضرتك. الحاجه الثالثه صباح السوبر. طبعا طبعا الله يخليك يا فندم. الله يخليك منور الدنيا كلها. الله يخليك يا رب. والحقيقه الموضوع اللي بنتكلم مع حضرتك فيه اعتقد ان هو مهم جدا لان فعلا في لبس عند كتير من الناس فكره ان الشتاء ودي حقيقه الى حد كبير احنا بنميل اكتر للخمول، بنميل اكتر للاكل بكميات زياده وحتى كواليتي ونوعيات معينه من الاكل بالمنطلق ان احنا بندفي نفسنا بالاكلات اللي زي كده. الى اي مدى فعلا الكلام اللي بيتقال عن ان الشتاء هو الوقت الانسب لفقدان الوزن مش لاكتسابه؟ تمام. خليني انا بس اصحح حته حضرتك قلتها. اتفضل. هو الوقت الاصح لفقدان الوزن. دايما كنا بنتسائل سؤال هو انك تخس في الصيف احسن ولا تخس في الشتاء؟ هي الاجابه انك بتخس في الشتاء احسن، ولكن الخسسان في الصيف بيبقى اسهل، لان انت في الصيف بتخس ايه؟ بتفقد ميه، فسهل قوي انك تخس. في الشتاء انت لما هتيجي تخس هتفقد دهون مش ميه، يبقى الجسم بيحرقها عشان يدفي نفسه. الله ينور حضرتك. يبقى هنا احنا بنيجي نقول ايه؟ بنقول لا، الخسسان في الشتاء هو احسن بس اصعب، في الصيف اسهل بس مش اصح. ومن احنا داخلين على فصل الشتاء يبقى احنا هنعرف النهارده ازاي اخس في الشتاء بطريقه سهله وبسيطه ومن غير ما اعمل اي مجهود خالص. عظيم. مشكلتنا في الشتاء ايه اللي بيحصل؟ ان الجسم بيبقى سعال فانت محتاج طاقه. فبتعمل ايه؟ بيبقى قدامك حلين، يا اما تاكل كتير عشان تعوض الطاقه دي وتحس انك دافيان، بس لما بتاكل كتير ايه اللي بيحصل؟ هرمون الانسولين بيزيد لان انت عمال بتدخل جلوكوز في جسمك. هرمون الانسولين لما بيزيد هرمون الليبتين بيقل. هرمون الليبتين ده اللي مسؤول عن الشهية. لما بيقل هرمون الليبتين انت بتلاقي نفسك ان انت عايز تاكل جعان. وهرمون تاني بيزيد اسمه هرمون الميلاتونين اللي هو مسؤول عن الساعه البيولوجيه ومسؤول عن الجوع. الهرمون ده لما يزيد انت بتجوع اكتر. يبقى الاكل عمل ايه؟ الاكل جاب اكل. انت عمال بتاكل وبتجوع وبتاكل عشان تعمل ايه؟ عشان تحس بالطاقه. طب. عايز طاقه. انا بقى حليت لك المشكله دي. هي القصه كلها في الاكل، ان انا اعمل ايه؟ ان انا احاول اقلل لك كميه الاكل اللي بتاخدها، وبالتالي انت هتحتاج طاقه انا هعوضها لك داخليا. تاني حاجه انك هتلاقي نفسك انت بتمارس رياضه اوتوماتيك، عايز تنزل. فيبقى النهارده تطلع من الشتاء خس ولا تخنان بالشكل ده؟ طبعا نفسك هتخس وهتخس دهون مش ميه. بس حضرتك بتقول بتقلل او هنقلل كميه الاكل مش نوعيه الاكل. ايوه ايوه. يعني اللي عنده شهيه تجاه اكلات بعينها مش مطلوب منه ان هو يمتنع عنها. تمام. بص، شركه باي ناتشرال عملت حاجه جديده جدا. ايه هي؟ لما جت نزلت بيستا، لا مش هينفع اقول بيستا بس، لما نزلت بيستا والقلب مالتي فيت. لان الاثنين على فكره مكملين لبعض. لما انت عايز، لو عايز تخس، نصيحه مني انا كراجل متخصص في التغذيه العلاجيه، بقول لك خد بيستا وقلب مالتي فيت. وهنعرف ليه برضو بناخد بيستا والقلب مالتي فيت. تمام. حضرتك النهارده احنا محتاجين نتحكم في الشهيه بتاعتنا، يعني انا محتاج اقلل كميه الاكل. طبعا. تمام. ومحتاج برضو خلي بالك اديك طاقه داخليه. يعني محتاج احرق دهون داخليه عشان ما تحسش انك سعال. صحيح. ده اللي بيستا عملته. لان مكونات بيستا عباره عن ايه؟ بنتكلم على عباره عن الياف ذوبه والياف غير ذوبه، فيها الشوفان والسيليوم وهيتمثل الالياف الذوبه اللي حضرتك لما بتاخدها بتنزل معدتك بتنفش فبتقلل حجم المعده اللي محتاج اكل. تمام. فكميات الاكل هنا ايه؟ قلت اوتوماتيك. طبعا. الحاجه الثانيه في الرده، وعلى فكره بيستا هو المنتج الوحيد في مصر المحلي اللي فيه الرده. الرده دي الياف غير ذوابه. ايه بقى قصه الالياف غير ذوابه؟ بتنتقل من المعده للامعاء بصورتها فبتديك باحساس بالشبع اكتر. الرقم اتنين ان هي بتخليك تخش الحمام بصوره منتظمه، لان كانت بتواجهنا مشكله. أوكي. مع العيان اللي بيعمل اللي بيخس اللي هو بيخش مننا بدور امساك. انا اقول له لا، انت مع بيستا مش هتخش بامساك. وعلى فكره اول ما بتاخد البيستا، يعني بتاخد الباكو على كوبايه ميه، اول حاجتين هتلاحظهم ان كميه الاكل عندك قلت ودخولك الحمام بقى منتظم. دول هتلاحظهم بسرعه وفي بيستا بس. طيب هل الياف الذوابه
كده وبس. قال لك لا، السيليوم على فكره احنا عندنا في بيستا في السيليوم والشوفان، دول بيمثلوا الالياف الذوبه اللي هم بينفشوا في المعده، بيحسن من حساسيه الانسولين للسكر. مش احنا قلنا من شويه في المقدمه الانسولين لما يزيد، الهرمون بتاع الانسولين بيزيد، هرمون الليبتين بيقل اللي مسؤول عن الشبع. لا انا اقل كميه جلوكوز هتظهر في دمك، اقل كميه هرمون انسولين هيتعامل معاه، يبقى عندي هرمون مرضى السكر في الحاله دي بقى في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه، مرضى السكر هل عندهم مشكله في لا خالص بل بالعكس، ده انا مرضى السكر مشكلته ان هو عمال جعان بياكل والجلوكوز عنده بيزيد طبعا. انا بقول له لا، اي كميه جلوكوز هتزيد عندك بس هتتعامل معاها، لان هي بتحفز من عمل هرمون الانسولين. تمام كويس. الحاجه الثالثه، الالياف الذوبه بتعمل ايه؟ بتقلل من امتصاص الدهون في الجسم، فالجسم محتاج طاقه، فهيعمل ايه؟ هيحرق الدهون اللي موجوده اللي متخزنه عنده. صحيح. يبقى احنا هنا سدينا الشهيه، تحكمنا في الشهيه، قللنا معدلات الاكل، قللنا ذوبان، زودنا سرعه امتصاص الدهون، وزودنا عمليه الحرق. هل بيستا اكتفت بكده؟ لا، هو في اكتر من كده. ده في اللي حضرتك بتتكلم فيه، ده حلم بالنسبه لناس كتير جدا. على فكره احنا بنتكلم في واقع بيتم. تمام. جميل. فيها بقى ايه؟ الكروميوم. ايه الكروميوم ده؟ الكروميوم ده هي ماده طبيعيه موجوده في جسم الانسان، تركيزها 500 ملي جرام، وبيستا هو اعلى تركيز موجود فيه كروميوم. هي اللي بيحصل مع السن ومع العادات السيئه، الخطا اللي الانسان بيتناول فيها الماده دي بتقل. الكروميوم مسؤول عن ايه بقى؟ مسؤول عن زياده حرق النشويات. اوكي. بنتكلم عن زياده حرق النشويات، يعني انا بديك طاقه. طبعا. واحنا عايزين في الشتاء طاقه. طبعا. الحاجه الثانيه ان هي بتحسن برضو من حساسيه الانسولين للسكر او الجلوكوز اللي موجود في الدم. حلو. كمان بيستا ما اكتفتش بذلك، قالت لك لا، انا هحط لك فيتامين سي تركيز 30 ملي جرام فيتامينات. عشان كده انا قلت في الاول ايه؟ لا، تاخد الكورس بتاع البيستا مع القلب مالتيفيت، لان انا هنا بقى بنتكلم على الفيتامينز. بيستا اوريدي فيها فيتامين سي بتركيز 30 ملي جرام. الفيتامين سي بيعمل ايه؟ بالاضافه لدوره في المناعه، فهو بيزود من حرق الدهون وبيزود من امتصاص الحديد. لان مشكلتي مع المريض اللي بيعمل نظام غذائي انه ممكن يخش مني في انيميا، بقول له لا، انت اي كميه اكل هتاخدها في كميه حديد، فيتامين سي اللي موجوده في بيستا هتزود امتصاص الحديد اللي بتاخده. يعني لا هيبقى فيه خمول ولا هيبقى فيه وهن طاقة ولا داخليه نتيجه لحرق الدهون، كل الاعراض اللي عاده بترتبط بفقدان الوزن، ومش هتخش مني بحاجه. احنا قلنا بقى الفيتامين سي، تكتشف حضرتك بقى ايه؟ بتقابلني مشكله مع الناس اللي بتعمل نظام غذائي وبتخس، ان هو بيجي بعد فتره يقول لي انا عندي ثبات في الوزن. هو عنده ثبات في الوزن ليه؟ لان هو كميه الاكل قلت، فكميه الفيتامينات والمعادن بتقل، وجد ان بعض الفيتامينز والمعادن لما بتقل الحرق بيقل. فانا لازم بقى اعمل ايه؟ لازم اظبطك الفيتامينات والمعادن دي عشان الحرق يفضل زايد عندك. طبعًا. عشان تخس. طبعًا. يجي على راسها مثلا سي النحاس. النحاس وجوده اللي هو بقى بنتكلم دلوقتي على القلب مالتي فيت. انا خلصنا كورس بيستا، خلصنا بيستا، وبناخد الباكو على كوبايه ميه قبل الوجبه الاساسيه بتاعتك. يعني 3 مرات في اليوم. يعني انت لو بتاكل، لا هو لو حضرتك بتاكل 3 وجبات تقال هتاخده 3 مرات. لو بتاخد الوجبه الاساسيه بتاعتك الغدا بتاكل فيها كتير، يبقى تاخده قبل الغدا. حسب الوجبه الاساسيه بتاعتك. طبعا. لو انت معزوم بره باكل بيستا في جيبك، هتروح واخده قبل ما ما تخش في الاكل بتاعك. طيب. نروح بقى، احنا اتكلمنا على فيتامين سي اللي موجود في بيستا. دلوقتي هنتكلم على القلب مالديفيت، فيتامينز ومعادن. واحنا داخلين على موسم الشتاء. وانا اعتقد ان موسم الشتاء هو متفصله للقلب مالديفيت. ليه؟ اولا انت عايز تزود مناعه. طبعا. عايز تزود معدلات حرق. عايز تزود طاقه، صح؟ مظبوط. هو ده القلب المالتيفيت بيعمله. ليه؟ لان هو عباره عن 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن، واتكلمنا دلوقتي عن النحاس، وجد ان النحاس بتحسن من كفاءه الغده الدرقيه. الغده الدرقيه من الحاجات اللي بتتحكم في معدلات الحرق. الانسان اللي عنده خمول في الغده الدرقيه وجد ان هو عنده نقص في النحاس. انا بديك النحاس تركيز 3 ملي جرام في القلب المالتيفيت، يبقى انا حسنت لك من كفاءه الغده الدرقيه. بتقلل من علامات الشيخوخه، وجد ان الناس اللي بتظهر عليها علامات شيخوخه مبكرا ده نتيجه نقص عنصر النحاس. نيجي نتكلم على الزنك. الزنك زمان حضرتك كنت تروح للدكتور لو انت عندك مثلا سي عايز حاجه للمناعه او عايز حاجه لشعرك، يديك الزنك وتاخده في قرص واحد بس. قلب مالتيفيت او شركه بنشر عملت حاجه جديده، هي عملت لك 13 فيتامينز ومعادن في قرص واحد، بدل ما تاخد 13 مستحضر تملك في مستحضر واحد. الزنك، الزنك بيعمل ايه حضرتك؟ بالاضافه ان هو بيرفع من كفاءه المناعه، وجد ان الناس اللي عندها نقص في الزنك معدلات الحرق عندها بتقل. نروح لحاجه تاني، مجموعه فيتامين بي كومبلكس. بي 12 اللي الناس بتوع السكر كانوا بياخدوه، انا حاطط له في القلب مالتي فيت. كمان بي 12 بيعمل ايه حضرتك؟ بي 12 بيحسن في عمليه حرق او التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. يعني لو بي 12 قل، التمثيل الغذائي للكربوهيدرات قل، يبقى هتخس.
يبقى انت محتاج انك تخس، يبقى لازم تحافظ على التركيز بتولف عالي عشان تحسن او تفضل ثابت على التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. تمام. نروح لحاجه تاني. لا هستاذنك قبل ما نروح، هنروح بقى نشوف حاله على ارض الواقع اتعاملت مع منتج فيستا، نشوف تجربتها كانت عامله ازاي مع فيستا، ونرجع بعد اذن حضرتك نكمل فضل. كلامنا اتفضل. احكي لنا قصتك مع فيستا وازاي ساعدك تخسي. اميره ابو شوشه، سني 39 سنه، وزني كان 140 كيلو وبقيت 85. كنت بعاني من الوزن الثقيل من السمنه المفرطه، وكنت عندي بطوله وما كنتش عارفه انزل الوزن في وقت بسيط. انا خدت فيستا وفرق معايا جامد، وكان منتج فعال جدا. كنت بستخدم فيستا قبل الاكل بنص ساعه، وما كانش عندي اي مشكله بطعمه ولا اي مشكله خالص، كان بالعكس طعمه هايل جدا، بطعم التفاح هايل يعني. كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطه، لان فيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم. كنت مبسوطه جدا ان انا كسبت بطوله الجمهوريه بفضل فيستا، وانصح اي حد عنده سمنه على طول من غير ما يفكر، هي فيستا. طيب الحمد لله تجربتها كانت سعيده وناجحه. انا عايز بقى، بما ان حضرتك مشكورا ابتديت تتكلم معانا في تفاصيل الت مالتي فيت، لو انا دلوقتي ما عنديش خلفيه قوي عن 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 تفاصيل يعني مكونات بقيه المنتجات المشابهه، ايه اللي يخليني اجيب الت مالتي فيت وما اجيبش اي نوع تاني من انواع المالتي فيتامينز؟ مش المفروض ان كلهم فيهم نفس المكونات ولا في اختلافات؟ لا، هو الالب مالتي فيت مستو ان هو بيجيب لك 13 فيتامينات ومعادن موجوده في قرص واحد. يعني انت ممكن تلاقي منتجات تاني بس ما فيهاش مش الكم ده، مش ما فيهاش المجموعه دي. اوكي. المجموعه اللي انت محتاجها علشان تزود حرق وتزود مناعه وترفع معدلات وتحتفظ على الطاقه بتاعتك، هي دي ميزه الالب مالتي فيت. طيب مكوناته بقى لما تتراكم، احنا بنتكلم على ان احنا بناخد حبايه يوميا كل يوم الصبح، تمام؟ تمام. فكره ان حبايه على حبايه على حبايه، هل في تراكمات لمكونات الحبايه دي اصلا بتفضل في الجسم ولا كلها؟ حضرتك اثرت نقطه في منتهى الاهميه. ايه هي؟ هو نقص الفيتامينات والمعادن ده بيظهر إيه، فجاه ولا التراكمات السنين؟ يعني مثلا لو انا عندي عيان عنده هشاشه عظام، هل هشاشه العظام دي علشان هو قعد فترة مثلا شهر أو شهرين ما ياخدش كالسيوم، ولا هو من صغره ما بياخدش الكالسيوم بالجرعة الكافية بتاعته؟ لا، الفيتامينات والمعادن معروف إن هي لونج تيرم، يعني على المدى البعيد هو ما بياخدش الفيتامينات والمعادن. okay. فعشان كده بقول لحضرتك، لا، الفيتامينات والمعادن ما فيهاش أي مشكلة إنك تاخدها روتيني، يعني أنت من أول ما تقدر تبلع القرص بتاع القلب مالتي فيت أنت بتاخده، ما عندكش أي مشكلة خالص، لأن ما بيترصبش. أوكي. هو بينزل. انت الجسم بيستفيد من الكفاءه بتاعته، وبعد كده الباقي بيخرج عن طريق البول. تمام. او عن طريق البراز. أوكي. فمفيش اي مشكله فيه. تمام. خلي بالك انا اثرت موضوع الكالسيوم لان عجبتني الحاله، هي رياضيه. آه. وست وعندها 39 سنه. خلي فيك احنا بتقابلنا مشكله مع السيدات بعد انقطاع الضوء الطمس اللي بيحصل بتهاني من شاشه العظام، فانا بقول لها لا، انت من الاول خالص بقى كده هتاخدي القلب مالتي فيت اللي هو فيه الكالسيوم، فانت مش هتعاني من شاشه العظام بعد سن ال 45. وهي رياضية فهي محتاجة تاخد حاجة تديها طاقة طبعا، وفي نفس الوقت بتحافظ على جسمها، بيستا والقلب مالتي فيت. طيب أنا عايز بقى أروح مع حضرتك بعد إذنك لشوية أسئلة وصلت لنا. لا اتفضل. منهم سؤال من هاجر محمود بتقول أنا كنت تعبانة من فترة، وكنت باخد برشام عمل لي مية تحت الجلد وزود وزني جدا، فهل لو أخدت كورس بيستا هيخليني أتخلص من المية دي وأنزل في الوزن؟ هي بتعاني تحديدا من المية اللي تحت الجلد. لا بص حضرتك، المية اللي تحت الجسم دي لازم تروح لدكتور متخصص الأول. أوكي. عشان نشوف المية دي سبب إيه، لأن ممكن الموضوع المية ده يبقى فيه كذا سبب. أوكي. بعد ما بتحل مشكلة المية بتتناول، بالعكس هيبقى كورس بيستا والقلب مالتي فيت هو مناسب ليها جامد جدا، بس لازم تروح لحد متخصص الاول عشان نشوف موضوع الميه ده ليه. جميل. طيب سؤال تاني من استاذ محمود بسيوني بيقول انا عندي 31 سنه وزني 117 كيلو، حاولت انزل الجيم كتير بس بخس بمعدل بسيط جدا، وعملت تحاليل وطلع الحرق عندي قليل، فممكن اعرف هحتاج امشي على الكورس قد ايه؟ بص هو حضرتك ميزه كورس بيستا والقلب مالتي فيت، انت بتمشي على الكورس لحد لما توصل للاوبجكتيف بتاعك، الهدف بتاعك انك عايز مثلا تنزل 30 كيلو. اوكي. فانت بتاخد بيستا والقلب مالتي فيت لحد ما تنزل لل 30 كيلو، بس هو معدلات الحرق عنده قليله ليه؟ وده لازم سؤال هو لازم يساله لنفسه. وهل التحاليل اللي عملها، هل التحاليل طلعت المعدلات بتاعتها طبيعيه ولا في خلل؟ يعني مثلا هل في عنده مشكله في الغده الدرقيه؟ هل عنده مشكله في فيتامين دي؟ يعني لازم يحلل الموضوع ده الاول. لازم التحليل دي يعملها. أوكي.
عشان الاول نتاكد ان الامور عنده الحل عنده في صورته الطبيعيه. الحل عنده في صورته الطبيعيه هياخد القلب مالتي فيت الصبح قرص بعد الفطار، وهياخد بيستا قبل الاكل بنص ساعه. طيب حضرتك يعني في مجمل اجابتك على السؤال ده بتقول مثلا هو عايز ينزل مثلا 30 كيلو فخلاص نزلهم. بالمناسبه اللي عايز يفقد عدد معين من الكيلوات تمام وخلاص فقدهم بالفعل، يكمل حلو على فيستا ولا يمتنع، ولا لو وقفوا هيرجع تاني كل شيء كما كان، ولا الدنيا ايه، ولا المعده هتكون اتعودت على فكره الانكماش والتمدد، ولا بس هو حضرتك اللي انت قلته ده كله هو اللي بيحصل ازاي؟ اللي انت خلي بالك احنا لما بنيجي نعمل العيان بتاع اليوم الفري، هو بعد فتره في اليوم الفري حتى ما بيقدرش ياكل، لان هو المعده بتاعته خلي بالك احتياجاتها للاكل قلت. اوكي تمام، ولكن المشكله بتواجهنا ان هو ممكن يزودها سنه سنه، فدي مشكله. ده رقم واحد. في اليوم الفري بياخدوا برضه البيستا في اليوم الفري؟ ده فري لا. بقى لا خلي بالك اصل هي بيستا ميزتها ان هي منتجات طبيعيه، مكون من مكونات طبيعيه. تمام خلي بالك اي اكله دسمه انت هتاكلها حتى لو وصلت للوزن المثالي بتاعك خد بيستا. يعني انت وصلت الوزن المثالي بتاعك بس انت بقى ما تروحش تقول لي اصل انا معزوم بره وهاكل كذا وكذا وكذا، لا يبقى لازم تاخد بيستا. اوكي يبقى اذا لما بوصل للوزن المثالي انا في الوجبات اللي انا بحس ان انا باكل فيها كتير اخد بيستا. جميل. طيب السؤال اللي بعد كده من استاذه سحر خالد بتقول انا كنت حامل في توأم كان وزني 120 كيلو، خسيت بعد الولاده 7 كيلو لما مشيت على دايت وما نزلتش تاني من ساعتها، وانا معتمده على الرضاعه الطبيعيه، حضرتك تنصحني بايه؟ لا بص حضرتك، هو الطبيعي ان بيقول ان الرضاعه الطبيعيه من ضمن الحاجات اللي بتزود عمليات الحرق دي، اولا لازم تزود معدات الميه كتير قوي، يعني لازم تشرب ميه كتير. ميه كتير ده في مستين، الميه بتزود بترفع معدات الحرق، ده رقم واحد. رقم اتنين ان هي بتضطر اللبن في صدرها كتير، واخد بالك هي مشكله عندها في حته السوائل. انما هل تاخد ايه المنضبيط مشكله، انما بيستا يعني دي يعني حسب الدكتور بتاعها ما يقرر. تمام. طيب احنا لغايه دلوقتي معظم الحالات اللي يعني استشهدنا بيها والاسئله اللي جت لنا من ناس مش صغيرين في السن، لكن للاسف بقينا بنشوف كتير اطفال بيعانوا من سمنه مفرطه، تلاقي طفل ما كملش 11 سنه وبسم الله ما شاء الله، وطبعا ده بيبقى له مليون انعكاس سلبي عليه نفسيا وصحيا وجسديا وكل الامور. هل في حد ادنى من الاعمار اللي ممكن تتعامل مع المنتج؟ بص اولا بس هنا الاطفال عايزين، هنا هنشتغل معاه بحاجتين، هياخد البيستا امن ما فيش اي مشكله فيه لان هو مكون طبيعي على فكره، من مجرد ما يقدر هو يتقبل طعم بيستا ولازم انا اخليه، يعني ممكن ادوله على فكره من سن 6-7 سنين، يعني مش مشكله خالص. تمام. الحاجه الثانيه بس لازم هنا يمارس رياضه، وخلي بالك الطفل ده انا مش عايز امنعه عن الاكل، انا عايز اقلله كميه اكل لان هو جسمه محتاج ياخد عشان الاكل عشان ينمو. يبقى هنا بديله كورس بيستا، يبقى انا قللت له كميه الاكل اللي بياخدها، بياخد القلب مالتيفيت لو هو يقدر يبلع. الحاجه الثانيه بيمارس الرياضه، فهو امن مفيش مشكله فيه خالص. بتقول لو يقدر يبلع، فانت اذا بتتكلم على حتى اعمار مبكره اعمار صغيره. هي بس بتواجهنا مشكله، يعني مثلا القرص بتاع القلب المفيد هو هيقدر يبلعه ولا لا، عشان برضو انا مش عايز اقصبه على حاجه ومش قادر يعملها. طب هل في اي مشكله عند الناس اللي عندها مشاكل مع امراض مزمنه، ضغط؟ احنا اتكلمنا في السكر من شويه وعرفت من حضرتك انه بالعكس ده مفيد ان هو يستخدم بيستا كمان. طب امراض الضغط، امراض القلب، النوع ده من الامور؟ هو حضرتك احنا اتفقنا في بيستا ان هو عباره عن ياف ذوبه غير ذوبه، الالياف الذوبه بتقلل من نسبه الكوليسترول الضار في الجسم، فاذا هو بيستا مخصوص او متفصل لامراض القلب او امراض الضغط. على فكره هو العيان الوحيد اللي انا مش بديله بيستا هو العيان اللي بيعاني من فشل كلوي فقط، ده ما ياخدش. الست الحامل والرضع ده اندر ترايل، لسه تحت التجربه والبحث. اوكي تمام. ولكن العيان الوحيد اللي هو عنده فشل كلوي هو اللي اقول له ما تاخدش بيستا، بس اي عيان تاني هو بيستا متفصله بالمنطق اللي حضرتك بتتكلم بيه. الحقيقه ده يعني احنا بنتكلم في الاخر على منتج ليه علاقه بفقدان الوزن، اي نعم، لكن ده حضرتك قلت لنا حاجات ده مفيد على كل الاصعده. بس هو خلي بال حضرتك هو السمنه مرتبطه بمعظم الامراض. صحيح. يعني انت اول ما تروح دكتور قلب بيقول لك لازم تخس، دكتور عظم بيقول لك لازم تخس، بس عايز اخسسك بطريقه صحيه وبطريقه امنه وبطريقه سهله، ان انا مش همنعك ان انا اقلل لك كميه. نعرف معلومه حضرتك طبعا يا ريت تصححها لي لو كانت خاطئه او تاكدها لو كانت صحيحه، هو فعلا السمنه المفرطه هي مدخل او بوابه لاكثر من 44 مرض مختلف؟ لا هم 48 كمان، وكل شويه بيزيدوا لان كل شويه بنكتشف. يعني مثلا حضرتك تكتشف ان مريض الدكتور الانف والاذن لو انت بتعاني من
التهاب في الجيوب الانفيه وبالتبعيه بتعاني من شخير يقول لك لازم تخس. انا ممكن ما الجاش العمليه لو انت خسيت مثلا. لا ده 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 الموضوع ده مليان تفاصيل بقى. وعلى فكره كلمه حق لازم نقولها النهارده، الرئاسه لما جت عملت حمله 100 مليون صحه كانت مدخله من ضمن الايتم بتاعتها ايه؟ السمنه، بتقيس وزنك وطولك. منطقي ان هو مرتبط بكل الامراض الثانيه. صحيح. انا الوقت المتاح قصادي يعني يا دوب يسمح لي ان انا اشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك. هو بس تسمح لي في نص دقيقه؟ اتفضل. شركه بايونشر ما اكتفتش بكده بس، بتديك مع الكورس ده فيتامين دي هتاخده مع القلب مالتي فيت اللي هو بعد الفطار عشان فيتامين دي ليه علاقه بالكالسيوم. بايونشرال كمان بتديك القهوه الخضراء عشان ترفع من معدات الحرق اللي انت محتاجها في الشتاء. كل ده يعني حاجه عظيمه جدا. انا بشكرك على وجودك جزيل الشكر وبشكركم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا ونشوفكم على خير ان شاء الله. الى اللقاء.